نشرة لآخر وأهم الأخبار من قناة سما الفضائية، والبداية بالعناوين. محنة درع البلد مستمرة، المجموعات الإرهابية تماطل، والجيش يستخدم تعزيزات إضافية ويعطي مهلة جديدة. استشهدوا وجرحوا عددا من العسكريين نتيجة اعتداء إرهابي قرب مدينة نوى. قناة سما تفتح ملف النقل في ثلاث محافظات، أزمة واستغلال للمواطنين في حلب، نقص في عدد السرافيس وتسعيرة مزاجية في حمص، والحال مشابه في محافظة حماة. تم تأمين مولدات عدد 2 لدعم هذا العمل. بخطة أولية لتصنيع 100 برج، افتتاح مركز إنتاجي لصناعة الأبراج الكهربائية المعدنية في محافظة دير الزور. أهلا بكم. ترى مصادر إعلامية أن محافظة درعا اقتربت عسكريا أو سلميا من إقفال أحد آخر ملفات وجود الإرهاب فيها، والدخول مجددا في مسار التسوية النهائية وإعادة الأمن والاستقرار للمدينة وفقا للشروط التي حددتها الدولة، لتطوى إحدى أخطر صفحات الإرهاب في المنطقة الجنوبية التي شكلت طوال سنوات الحرب على سوريا جرحا نازفا كلف السوريين الكثير من التضحيات والدماء الزكية. تمديد المهلة التي منحها الجيش العربي السوري للإرهابيين الرافضين التسوية، والبالغ عددهم نحو 100 شخص، للخروج من درع البلد إلى الشمال السورية وتسليم السلاح للدولة حتى صباح اليوم، تلا انقضاء مهلة سابقة دون أن يخرج أي منهم، في مؤشر جديد على إفشال الإرهابيين جميع جهود الدولة لتسوية الوضع دون اللجوء للعمل العسكري. وفي وقت لاحق عصر اليوم دخلت حافلات إلى درع البلد، يبدو أنها تستعد لإخراج عدد من المسلحين الذين بدأ عدد منهم الصعود إلى الحافلات. وذكر مراسل سما في محافظة درعا أن الإرهابيين حاولوا إيهام الرأي العام بأنهم ينفذون اتفاق الخروج عبر إخراج دفعة أولى، غير أن من خرجهم 8 أشخاص ليسوا من بين المطلوبين حسب المصادر الميدانية، ومضت مهلة 24 ساعة دون أن يخرج المطلوبون، فتم تمديدها لغاية صباح الخميس. وفي هذه الأثناء استخدمت وحدات الجيش تعزيزات عسكرية لإنهاء سيطرة الإرهابيين على الحي، غير أن المصادر الميدانية أكدت أن الأولوية هي للحل السلمي الذي يحفظ الدماء ويجنب المدنيين مخاطر العمل العسكري، لكن أي حل يجب أن يكون بإنهاء سيطرة الإرهابيين وإخراجهم من الحي إلى الشمال السوري، نشر نقاط عسكرية داخله وعودة جميع مؤسسات الدولة إليه. هذا وكانت وحدات الجيش فتحت ممر السرايا أمام المدنيين الراغبين بالخروج من المناطق الواقعة تحت سيطرة الإرهابيين باتجاه درع المحطة، كما قامت الدولة بتجهيز مركز إقامة مؤقت بمختلف المستلزمات والمواد الأساسية لاستقبالهم. من جانب ثاني قال مراسل سما في محافظة درعا إن الشهيدين ارتقيا وأصيب 8 جنود باعتداء إرهابيين على حافلة إطعام للجيش على الطريق الواصل بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربية. كذلك اغتالت مجموعة إرهابية القاضي العقاري فيصل خليل العوض عبر استهدافه بالرصاص في مدينة نوى بريف درعا.
تحية لكم مشاهدينا، نحن الآن في نقطة الجمرك القديم، آخر النقاط التي تتواجد بها وحدات الجيش العربي السوري باتجاه درعا البلد، ومن ثم يليها حارة البدو ومناطق التي تتواجد بها المجموعات المسلحة ضمن منطقة درعا البلد. آخر المعلومات التي تحدثت عن بما يخص ملف درعا البلد، قبل قليل كانت هناك معلومات تتعلق باحتمالية خروج دفعة جديدة من المجموعات الإرهابية الرافضة لهذا الاتفاق من منطقة درعا البلد. كان هناك معلومات أيضا عن إعطاء مهلة للساعة الرابعة حتى يتم إخراج هذه الدفعة، ومن المحتمل أن يتضمن عدد هذه الدفعة حوالي 22 إرهابي من الرافضين لهذا الاتفاق. طبعا في حال تم استكمال هذا الاتفاق وفي حال تم تنفيذه بشكل كامل بعيدا عن أي نكث من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، يمكن العودة إلى استكمال ملف الحل السلمي واستكمال تنفيذ خارطة الطريق فيما يخص ملف درعا البلد، ولكن نأمل أن يتم هذا الموضوع بشكل مغاير عما حصل خلال اليومين الماضيين وما أحدثته المجموعات الإرهابية المسلحة من محاولة إثارة البلبلة ونكث للعهد وانسحاب بعض الإرهابيين من عملية الخروج. بطبيعة الحال هناك حالة من الترقب، الباصات جاهزة لتقل الإرهابيين الرافضين، ربما ساعات قليلة يعني تتبلور الصورة بشكل أكبر، يعني يخرج القرار بشكل كامل فيما إذا كانت هذه المجموعات جاهزة فعلا لتصعد عبر هذه الباصات. أيضا المعلومات أكدت أنه يتم تجهيز الإجراءات ما يخص هؤلاء الإرهابيين، تم تجهيز أمتعتهم ليصار إلى إخراجهم عبر هذه الباصات. بطبيعة الحال الدولة السورية اليوم يعني تسعى بكل إمكانياتها لإنجاح الحلول السلمية ويعني وغلبة الحلول السلمية وأبعاد الحلول العسكرية، وأن يكون الحل السلمي هو الحل الأساسي فيما يخص ملف درعا البلد. بطبيعة الحال إذا تم تنفيذ هذا البند يمكن القول أننا بدأنا بعملية استنهاض جديدة للحلول السلمية ومحاولة يعني تغليب الحل السلمي، يمكن عندها الحديث عن نقاط أخرى تتعلق بعملية خروج الدفعات أخرى من الإرهابيين الرافضين، أيضا عمليات أخرى تتعلق بدخول وحدات الجيش تتمركز نقاط عسكرية للجيش العربي السوري ضمن مناطق درعا البلد، وأيضا استكمال البنود الأخرى المتعلقة بعملية التسويات وتسليم السلاح. بطبيعة الحال تزامنا مع هذه التطورات هناك عدة عمليات تصعيد من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في منطقة في ريف درعا. تحديدا اليوم قامت المجموعات الإرهابية المسلحة المتواجدة في منطقة نوى باستهداف حافلة أو سيارة أطعام تابعة للجيش العربي السوري بعبوة ناسفة، وتلا ذلك استهدافها بالرشاشات ما أسفر عن وقوع شهيد وثمانية إصابات من عناصر الجيش العربي السوري، بعضهم في حالة خطرة وتم إسعافهم إلى المشافي الحكومية، وسبق ذلك أيضا قيام بعض الإرهابيين باستهداف أو باغتيال أحد القضاة في منطقة نوى وهو القاضي فيصل الحلاوات من قبل مجهولين في منطقة نوى. يعني هي ربما جهود من قبل هذه المجموعة الإرهابية المسلحة لمحاولة إفشال الحلول السلمية والدفع باتجاه الحلول العسكرية، لكن بطبيعة الحال اليوم كافة الاحتمالات مفتوحة، ربما هي الساعات الأخيرة التي يمكن من خلالها التعويل على الحلول السلمية، ربما هي المحاولات الأخيرة أو المهل الأخيرة من قبل الدولة السورية للسعي باتجاه هذه الحلول. الخيارات مفتوحة بطبيعة الحال، ننتظر الساعات القليلة القادمة لتبين المشهد بشكل أكثر، وسنضعكم بصورة التطورات لحظة بلحظة. كنت معكم فراس الأحمد. تعبيرا عن عمق العلاقات الروسية السورية، وزع مركز المصالحة الروسية في المنطقة الجنوبية 250 حصة غذائية على العوائل الوافدة من أحياء درعا البلد والمقيمة لدى عائلة المجتمع المحلية بمدينة درعا، فيما بلغ وزن هذه المساعدات حوالي 4 أطنان. يقوم الآن مركز المصالحة الروسي بتوزيع الدفعة الرابعة من المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى أهالي منطقة درعا البلد وطريق السد والمخيم، الوافدين إلى منطقة درعا المحطة والمقيمين عند أقاربهم. طبعا هاي العبارة عن المساعدات عبارة عن 250 حصة غذائية إضافة إلى بعض المواد الغذائية الأخرى. اليوم كما هو مخطط المركز الروسي للمصالحة وفض الأطراف المتنازعة في خطته الدورية، نظم توزيع مساعدات إنسانية للعائلات المهجرة من درعا البلد، والمساعدات هي عبارة عن 250 حصة غذائية. الله يحفظهم ويحميهم ويخليهم يا رب ويجبر بخاطرهم ويخلي كل إن شاء الله شعبنا ووطننا ورئيسنا الحمد لله، الله يديم هالوطن يا رب. والله بنشكر الأصدقاء الروس على المساعدات اللي عم يقدموها للمهجرين، وإن شاء الله بيعم الأمن والاستقرار بهالبلد يا رب. الله يعطيك العافية وكثر خيركم، والله يجزيكم الخير، إن شاء الله بتفوز على الجميع إن شاء الله.
مشاهدينا، والآن نعود إلى زميل فراس الأحمد مراسل قناة سما الفضائية في محافظة درعا ليضعنا في صورة آخر التطورات. تحية لكم مشاهدينا، وحيكم من منطقة معبر جمرك القديم، حيث يجري في هذه اللحظات عملية خروج حافلتين تقلان عدد من المجموعات الإرهابية المسلحة وبعض من عائلاتهم. العدد حتى هذه اللحظة هو 53 من الإرهابيين إضافة لعدد من عوائلهم. كما نشاهد هذه الحافلات الآن التي تم تجهيزها وتم صعود الإرهابيين إليها بشكل كامل بعد توثيق أسمائهم وتسجيل أسمائهم بشكل كامل وبشكل دقيق، وطبعا حصرا مع أمتعتهم الشخصية وأسلحتهم الفردية بدون ذخيرة وبدون مدخرات. أيضا هذا العمل تقوم عليه اللجنة الأمنية بشكل كامل وتقوم على متابعته بكل تفاصيله، وهي على رأس هذا العمل منذ الساعات الأولى لبدء هذا العمل. إذن هذه العملية تجري الآن بشكل ميسر دون أي منغصات إلى هذه اللحظة. يتم خروج الحافلتين الرئيسيتين للمجموعات الإرهابية المسلحة الرافضة لهذا الاتفاق. ربما نتحدث يعني خلال وقت ربما آخر وخلال الأيام القادمة ربما عن دفعات أخرى، لكن الأمور الآن هي جاهزة، وبطبيعة الحال يجري يعني تسير هذه الحافلات باتجاه الشمال السوري تحديدا إلى منطقة معبر أبو الزندين في ريف حلب. إذن العملية تجري وفق ما هو مخطط إلى الآن. ربما نطوي مع خروج هذه الحافلات صفحة من الإرهاب من صفحات درع البلد. ربما نتحدث خلال الوقت القريب العاجل يعني عن إجراء البنود الأخرى المتعلقة بهذا الاتفاق باتجاه الحل السلمي لملف درع البلد، وباتجاه إجراء التسويات، وباتجاه عملية تسليم السلاح ووضع النقاط العسكرية للجيش العربي السوري. إذن الآن خرجت الحافلة الأولى من منطقة درع البلد. إذن خرجت الحافلة الأولى للإرهابيين الرافضين لهذا الاتفاق من منطقة درع البلد إلى الشمال السوري، وأيضا تجهيز الحافلة الأخرى أيضا من هؤلاء الإرهابيين وعدد من عائلاتهم. إذن تجري العملية بكل يسر حتى هذه اللحظة ودون أي منغصات. ساعات ويطوى يعني صفحات من الظلام فيما يخص درع البلد، وربما يعني خلال الأيام القليلة القادمة نبدأ بالحديث عن إجراءات عمليات التسوية وإعادة الحياة إلى طبيعتها فيما يخص درع البلد، واستكمال تنفيذ البنود المتعلقة بكافة المراحل والتي تضم عمليات إجراء التسويات في منطقة درع البلد. إذن كما نشاهد وكما نوثق هذه اللحظات خروج الدفعة الثانية من المجموعات الإرهابية الرافضة لهذا الاتفاق ضمن منطقة درع البلد. سنكون معكم برسائل أخرى لنرصد تفاصيل هذا المشهد بكل تفاصيله. كنت معكم أنا فراس الأحمد من معبر جمرك القديم، والعودة لكم زملاء. تتجدد أزمة المواصلات في سوريا بين فترة وأخرى، لكنها هذه المرة طالت وأصبحت لا تفرق بين شتاء أو صيف، وزاد عدد المواطنين المنتظرين لسرفيس هنا وحفلة نقل عام هناك أو حتى سيارة تاكسي لا يلهب أجرها جيوبهم. قناة السماء تفتح هذا الملف في ثلاث محافظات: أزمة واستغلال للمواطنين في حلب، ونقص في عدد السرافيس، وتسعيرة مزاجية في حمص، والحال مشابه في محافظة حما. أما البداية من حلب. رغم الظروف المعيشية الصعبة التي تثقل عاتق المواطن الحلبي من تكاليف الأمبيرات وغلاء الأسعار، تأتي أجور النقل والمواصلات لتكون سكينا حادا على رقابهم ولتزيد الطين بلة، بحيث يقف المواطن عاجزا، فهل ينفق راتبه كاملا على تنقلاته إلى مكان عمله أو يؤمن حاجيات عائلته؟ ومن أين سيسدد تكاليف المتطلبات المعيشية الأخرى؟ بكل أرب يا دولار ما عجبك نزل أي سيرفيس حتى فاصل نقل الداخل الدائري ضعف فيه نزلني كمان قال لي بتدفع 200 تطلع ما بتطلع نزل 200 عم ياخذوا غالي ايه غالي كتير حتى لو كانت مسافة قصيرة أقول شو من كانت تكون مسافة قصيرة ب 200 وين من كان سعره أنا محددين له 150 ما حدا عم ياخذ 150 كله 200 ما حدا عم بحس بهالشعب ما حدا سائل على هالمناطق الشعبية يعني إن عمر رجعانين وما حدا حاسس فينا والله الباص أو الغرض التسعيرة طلعت تسعيرة من تموين 200 ليرة طب والله نحن هون شعب 100 أمبيرات دافعين لنا أكثر شيء الأمبيرات عم بقول لك الزين ما بدك تطلع الزين 200 عم ياخذوا هو 100 ويتساءل المواطن إلى متى سيبقى الوضع بهذا السوء، وهل من المعقول أن يدفع المواطن بشكل يومي ما يقارب 2000 ليرة سورية فقط ليصل إلى عمله؟ على السرابيس جمالاً كلهم عم ياخذوا 200
بتحطي لهم 125 بياخذ 200، بتحطي لهم 150 بتاخذ 200، من ايام ال 50 ما برجع 50. انا حددوا تسعيرة السيرفيس 150، بعد نعطيهم 200 ما رجعوا لنا 50، قلنا ما معنا 50 او اعطينا فراطه، نحن ما معنا فراطه، هي عم تصير مشكله بين ال 150 وال 200. انا ما بتفهم، انا مثل انا الموظف تاج راتبي 60,000 الشهر، بدي احط لي كل يوم 1000 ليره اجار سيارات، ما بتفهم معي الامبيرات منين والسيرفيس منين. مناشدات يومية بإيجاد حلول سريعة في ظل انعدام الرقابة على أصحاب السرافيس واستغلال المواطن المتعب من الظروف الاقتصادية التي يعيشها يوميا. قناة سما الفضائية، كنان علوش، حلب الشهباء. وللمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس سمير جعفر، عضو مكتب تنفيذي بمحافظة حلب قطاع النقل. مساء الخير أستاذ سمير. أهلا، مساء الخير لك وللسادة المستمعين المشاهدين. بداية، كما تابعت معنا بالتقرير، حال الأهالي وشكواهم من عدم وجود الرقابة على أصحاب السرافيس، وهذه التسعير مناسبة بحكم المسافة القصيرة بين الأحياء في حلب؟ أولا، لجنة نقل الركاب قامت بعدة إجراءات من أجل ضبط عمل المركبات العاملة على خطوط السير، وخاصة النقل الداخلي وانطلاق المركبات من المراكز المخصصة لها، ويتم مراقبتها وضبط حركتها، وقد شكلت لجان لمراقبة عمل هذه السرافيس. بالنسبة للتسعيرة، وضعت التسعيرة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم إبلاغ السائقين والجهات المعنية للمتابعة الفورية. طبعا مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبر دورياتها والشرطة ومديرية النقل والمجالس المحلية وبإشراف المحافظة وبمتابعة مباشرة من السيد المحافظ بملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. هذه الإجراءات تم تكتيبها، وخاصة نحن قادمون على عام دراسي جديد، مع العلم أن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نظمت 82 ضبط من تاريخ 15/7 وحتى الآن. العقوبات ليست قليلة، عقوبات شديدة. في عقوبات عندنا أجر زائد تبدأ من 600,000 وحد السنة على الأقل، وعدم إعلان على الأسعار أيضا غرامته 300,000 ليرة سوري. نعم، المهندس سمير جعفر، عضو مكتب تنفيذي. في شيء ثاني كمان تحبي؟ شكرا لك، كنت معنا عبر الهاتف سمير جعفر، عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حلب قطاع النقل. منذ أن صدر قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك برفع سعر لتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، تشهد محافظة حمص كبقية المحافظات السورية أزمة نقل حادة نتيجة توقف عدد كبير من السرافيس عن العمل، إضافة إلى رفع الأجرة بشكل كيفي وغير مدروس ومن دون ضوابط. حالة بدأت تتفاقم كل يوم في محافظة حمص، مشهد المواطنون في شوارع المدينة بانتظار وسائل النقل أصبح معتاد، فالمواطن وصل لمرحلة لا حول له ولا قوة، إن كان بالانتظار لساعات لوصول السرافيس أو حتى بعدم التزام السائقين بالأجور المقررة. ليش ساعتين بالطريق؟ لا في مواصلات، العالم عم تستنى الدو، يعني مشكلة. يعني شو بدي لك؟ مثل ما نكون شايفين في الواحد يحكي شيء، ها؟ يعني هيا مثل ما انك شايفين، شوف العين، يعني بينطر الواحد. بدها صبر أمي، بدها صبر حبيبة قلبي، بدها صبر. كلها ساعة واقفين، ما في سكن. ايه والله كل نار على هالحالة هذه. ايام لما ما بكون في دوام بالجامعة بوصل بكير على المحل، بس اليوم في طلاب جامعة ما وصلت الساعة 9، راح علي درس الفيزياء. حالات من الضغط تكون على خطوط دون أخرى، ودائما يكون هناك اجتماعات وقرارات من المسؤولين، لكن لم يلحظ المواطن إلى اليوم الفرق. ساعة ساعتين ناطرين وما في سيرفيس أصلا، يعني صارنا كتير ناطرين وما في سيرفيس، العباسية قلال كتير وما في، يعني بنضل 3 ساعات ناطرين عند الموقف ما في. الحمد لله ولا أسوأ من هيك، لكن مثل ما انت شايفه هي لنا قد ايه ناطرين، يعني كل يوم لازم نطلع من الدوام ونركض ورا السرافيس لحتى ما بعرف شو بدي لكم، مبين شايف الوضع، شايف العالم، شايف الناس. انا بطلع من دوام 2:00 2:00 ربع، عم وصل لبيت 3:30، يعني مأساوي ما بعرف ايش. رأي نظامي يعني هلا 150 اكثر الاحيان.
تصير 200 برجع لك 5. اللجنة المشتركة لنقل الركاب في حمص قررت إعادة تشكيل خطوط النقل ضمن المدينة، وذلك بغية إيجاد حلول لبعض الخطوط التي تشهد ازدحام. قرارات متتابعة تصدر لحل أزمة النقل على أمل أن تكون الأيام القادمة أفضل للمواطن. كندا الخضر لقناة سما الفضائية حمص. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس منهل الخضور عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حمص لقطاع النقل. مساء الخير أستاذة. مساء النور، أهلا وسهلا فيكم بإذاعتكم الحلوية. بداية، أزمة النقل في حمص قديمة جديدة، ودائما يكون الحديث عن وضع حلول سواء بوضع مراقبين على السرافيس وغيرها، ولكن إلى اليوم لم يلاحظ المواطن حل على أرض الواقع، خصوصا في ساعات الذروة. إلى متى هذا الواقع، خاصة أن الفترة القادمة كما تعلم هي فترة مدارس وجامعات وسيكون المشهد أكثر تعقيدا؟ هلا قمنا إحنا باجتماع مع السيد المحافظ والسيد قائد الشرطة لإعادة هيكلية الخطوط الداخلية ضمن المدينة، ونشوف وين نقاط الخلل أو الضعف أو قلة بعدد السيارات وتدعيمها بهذا الموضوع. ونحن اعتمادنا الرئيسي يعني هو عدد السيارات الموجودة على الخطوط كلها إجمالا قليل جدا، ونحن فاتحين خطوط هلق لذوي الشهداء بأنه يجيبوا سيارات من خارج المحافظة خطة ولوحتها مشان وضع الخطوط الداخلية لتدعيم الخطوط الداخلية. وبالتالي نحن لجان نقل الركاب ولجان السير كلها مستنفرة بشكل كامل، والشرطة وقيادة الشرطة ومجلس مديني بمراقبة الخطوط على كافة النقاط بالبداية وبالنهاية، وعم نحاول قدر الإمكان شو السرافيس الموجودة عم تشتغل على الخط بشكل مستمر. وهو الحل الأول والأخير هو تدعيم الخطوط دائما بخطوط النقل العام اللي هي شركة النقل الداخلي. هذا الحل الوحيد يعني أنه ندعمها بها الخطوط هاي، وموعودين هلق إن شاء الله بدفعة من الباصات تجينا من الحكومة من هون لشي شهرين ثلاثة، يعني إن شاء الله هذه مندعم فيها الخطوط كلها، ويعني إن شاء الله الأمور للخير إن شاء الله. نعم أستاذ منهل، الواقع الحال لخطوط نقل الريف أيضا الوعود الموضوع اليوم من قبل اللجنة المشتركة لنقل الركاب، ولا قرارات ولا تنفيذ بشأن هذا الموضوع؟ هلأ نحن بالنسبة لخطوط الأرياف بالتعاون مع لجنة نقل الركاب ورؤساء الوحدات الإدارية ومدراء المحطات الكراج ومجلس المحافظة، قمنا بإصدار بطاقة مجلس المحافظة لسائقين الأرياف خاصة، هي اللي تم ضبطها ووضع مازوت التعبئة بمحطات الانطلاق، ويقومون السائقون بختم هذه البطاقة في محطة الانطلاق عند الذهاب من المحطة إلى القرية أو الوحدة الإدارية، كمان رئيس الوحدة الإدارية بيختم له على البطاقة أنه وصل لعنده ورجع من عنده نقلي، وبناء عليه شو بينفذ باليوم نقلتين ثلاثة ثاني نهار الصبح بيعدي مازوت على أساسها، وبالتالي آلية ضبط الأرياف يعني عطت نتيجة أفضل من هيك. لذلك هلأ الخطوط الداخلية لازم يكون كمان لآلية الضبط بهالمراقبة بالبداية وبالنهاية، وإن شاء الله الأمور الأحسن. نعم أستاذ منهل، سؤالي الأخير لك عن آلية توزيع المحروقات على السرافيس، كيف تدار وكيف يتم معرفة إن كان السائق يعمل أو يتصرف بالمادة التي تعبأ له؟ الخطوط بمراقبة الخطوط، بس تراقبة الخطوط بالبداية وبالنهاية، ونعرف كل سرافيس وكل سرافيس كم نقل عم يأخذ، وهل ها بنعرف شو مصروف المازوت وتعبئة المازوت بالمحطات الانطلاق يوم إيه يوم لا 40 لتر، يعني يوميا بأخذ 20 لتر ما عدا يوم الجمعة. نعم المهندس منهل خضور عضو المكتب التنفيذي بمحافظة حمص لقطاع النقل كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. في محافظة حماة الحال مشابه لما في حلب وحمص، فالمعاناة تكمن في نقص عدد السرافيس ببعض الخطوط باتجاه الأرياف، عدم وجود سرافيس أو وسائل نقل باتجاه عدد من القرى والتجمعات السكنية مثل معردس ومريود والمبطن على الخط الشمالي. تتفاقم أزمة النقل في محافظة حماة، والحلول الحكومية السابقة لم تنفع بإنهاء المعاناة. المواطن يشتكي ويطالب بتأمين وسيلة نقل توصله إلى منزله وعمله دون تكاليف إضافية، والسائق هو الآخر يشتكي نقص المحروقات. مازوت بيع حر ما في عندنا، ما في مازوت حر، نحن عم يعطونا 30 لتر مازوت، عم ناخذ عليه 3 دورات هليكي،
دورات 2-3 يوميا. يوميا نحن بدنا 30 لتر مازوت، عم ناخذ 3 دورات فين، هذا المازوت عم يطلب. احنا طالبنا الجهات المعنية أكثر من مرة إنه هذا الموضوع، بدنا مازوت رحلة رابعة مشان نخدم المواطنين بعد الظهر. هلا احنا الصبح ننزل مليانين ونطلع فاضيين، والظهر بالعكس والمازوت ما بكفي. طول بالك لا استعجل، مو حرام النقل الداخلي ياخذ 26 لتر والريف ياخذ 20 السرفيس؟ الظهر يدكم خالصين، بعد الظهر ما بده يجيب مازوت، نحن علتنا المازوت. بعض الخطوط الخارجية من مركز المدينة للأرياف تعاني نقص عدد السرافيس لبعض البلدات والقرى، وتغيب بعض السيارات عن الخطوط وسط ضعف الرقابة عليها، ومخصصات المازوت القليلة تؤثر على عمل السرافيس بعد ساعات الظهر، مما يشكل ازدحام وعدم توافر وسائل النقل. والله النقل والمواصلات سيئة جدا، يعني خاصة نحن في تجمع سكاني يعني تقريبا شيء أكثر من 3,000-4,000 أسرة، وما في غير هالباص هذا بيخدم الضياع كلياتها. الحميدية بتتم 3/4 الساعة بيرجع الموهب وبيجي بيقول لك ما بدي امشي من خط من قدام البارودية، محرومين البارودية من داخلة الميكرو، بالاخير بيطلع من سوق الخضرة، شو بده يخدم عند سوق الخضرة؟ ما في حدا يشتكي له غير الله. يعني هذا اخر خط للعيادات، في مراقب هون بيجوا بيدفعوا له، الله وكيلك، ليش اقلال؟ ليش اقلال الميكرويا؟ مع انه في كثير على الخطوط، انا شايف عيني بيلفوا وبيرجعوا. معاناة قديمة جديدة، تحدثنا ورصدنا واقعها مرات ومرات، الا انها تزداد يوما بعد يوم، فهل نجد حلولا ترضي المواطن والسائق وتنهي هذه الظاهرة؟ مشاهدينا، ينضم الينا عبر الهاتف المهندس طاهر عيسى، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حماة عن قطاع النقل. مساء الخير استاذ طاهر. يسعد مساكم، اهلا وسهلا فيكم. بدايه، كما هو واضح بالتقرير، خطوط داخليه تعاني عدم اكتمال الخط ومبالغ فوق التسعير مساء وقله في عدد السرافيس نتيجه خروج عدد منها بعمل خاص بعد الظهر. الى متى هذا الحال وكيف سيتم ضبط هذه الفوضى بواقع النقل؟ جيد، هذا الكلام اللي عم تفضلي في من الواقع. اول ناحيه استاذي، نحن عندنا قله سرافيس على الخطوط، ان كان على الخطوط للارياف او على صعيد المدينه، لكن هذا الوضع طبعا بشكل يومي يندرس ويتابع. بالنسبه للاخوه السائقين، في اجحاف في حقهم بالنسبه لماده المازوت، انه مثلا ما بين خط مثلا مصياف حمام ياخذ 15 لتر طبعا بالنقله. عم يحتجوا انه عم يقول اذا نحن بدنا ننزل مليانين ونرجع فاضيين ما توفي معنا. في نحن قله المازوت، ووضع البلد شوي يعني المجال ضيق شوي يعني، وان شاء الله الجهات المعنيه وعدتنا انه في حال السائقين عادوا وتابعوا اكثر من رحله على هذا الطريق ممكن نعطيه خارج البطاقة الذكية، بس هذا الشيء لم يطبق حتى تاريخ اليوم. لماذا أستاذ؟ طبعا أستاذي، لأنه نحن مادة مازوت يعني مستوردة كلها من برا، في عنا قلة شوي يعني، هذا هو السبب الرئيسي. نعم، كنت معنا عبر الهاتف المهندس طاهر عيسى، عضو المكتب التنفيذي لمحافظة حماة عن قطاع النقل، شكرا جزيلا لك. افتتح فرع الشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات في المنطقة الشرقية مركزا إنتاجيا لصناعة الأبراج الكهربائية المعدنية في دير زور، وتتضمن خطة العمل الحالية تصنيع 100 برج تمهيدا للمباشرة بتأهيل خط التوتر 20 كيلو فولت في بلدتي الشميطية ومحكان بريف المحافظة. بأياد وخبرات وطنية، بدأت الشركة العامة السورية للشبكات بدير الزور تصنيع الأبراج الكهربائية المعدنية لخطوط التوتر 20 كيلو فولت و66 كيلو فولت، والتي يحتاجها الفرع في مشاريعه. تقوم الشركة بصيانة خطوط التوتر بالحقول، حقول النفط وخطوط التوتر لشركة الكهرباء. كما قمنا حديثا بفتح مركز إنتاج لصناعة الأبراج. تم تأمين من قبل السيد مدير الفرع ومدير العام والتنسيق مع السيد محافظ دير الزور، تم تأمين مولدات عدد 2 لدعم هذا العمل، والآن أمورنا ماشية بشكل جيد، وبإذن الله نحقق الخطة المطلوبة منا بهذا العمل. بمعدات أجهزة القص واللحام والدهان، إضافة إلى مولدة كهربائية و15 عاملا، تنتج 3 أبراج يوميا بأطوال 11 متر ونصف المتر و13 متر ونصف المتر. خطة العمل في المرحلة الحالية تتضمن تصنيع 100 برج
وذلك تمهيدا للمباشرة بتنفيذ أعمال مشروعي تأهيل خطوط التوتر 20 كيلو فولت في كل من بلدتي الشميطية بريف دير الزور الغربي وقرية محجان بريف دير الزور الشرقي. عندنا منظومة كهربائية في محجان ومنظومة في الشميطية، أخذنا من صندوق التنمية، أخذناها بأسعار بسيطة، ولكن نحن راح نثبت للعالم ونثبت لأهل دير الزور أنه احنا كلياتنا راح نوقف بالشمس في سبيل أنه تنحل مشكلة الكهرباء وينشال موضوع الديزل من موضوع الكهرباء من الآبار وخصوصا آبار النفط. نحن نقوم بصناعة الأبراج في سوريا للشبكات، وإن شاء الله كما ترون ليل ونهار نسعى في إعادة وتأهيل الأبراج التي خربتها المجموعات الإرهابية. مراحل العمل تتضمن قياس وقص الحديد وفق المقاسات والأوزان المطلوبة، ومن ثم تشكيلها وتجميعها ولحامها، وفي المرحلة الأخيرة تتم عملية الدهان ومن ثم تقديمها إلى ورشات التركيب. مشاهدينا، هذا كان كل ما لدينا، شكرا للمتابعة.